تكلم المرة دي على أسباب إفرازات المهبل. بتحتوي جدران المهبل وعنق الرحم على غدد بتفرز كميات صغيرة من السوائل التي تبقي المهبل نظيفا، وتكون الإفرازات المهبلية في الأحوال الطبيعية شفافة أو بيضاء وليس لها رائحة كريهة. دي جزئية مهمة لازم نتفهمها. ويوجد حالات عدوى مختلفة ممكن أن هي بتسبب تغيير في مقدار الإفرازات المهبلية وقوامها أو لونها أو رائحتها، وهي تتضمن أول حاجة التهابات المهبل الجرثومية، وهو اضطراب يحدث بسبب اختلال التوازن في نمو الجراثيم المتواجدة بشكل طبيعي في المهبل، كما بنطلق على هذه الحالة في السابق اسم التهاب المهبل بجاردينيلا فاجينايتس على اسم جرثومة واحدة تترافق بكثرة مع التهابات المهبل. الحاجة الثانية من ضمن الإفرازات اللي بتسببها داء المشاعرات أو التريكو مونيزيس، هي عدوى بتحصل بسبب طفيلي مجهري وحيد الخلية اسمه مشاعرة مهبلية، بتنتقل هذه العدوى عن طريق العلاقات الجنسية. برضو من ضمن الميكروبات اللي بتسبب الفاجينال ديستشارجز داء السيلان أو الجونوريا، وهو أحد الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس والتي تنجم عن عدوى بجرثومة اسمها النيسيريا جونوريا. برضو احد الميكروبات الاخرى اسمها المتدثرة او الكلاميديا، وهو مرض اخر منتقل عن طريق الجنس بيحصل بسبب جرثومة المتدثرة الحفرية او الكلاميديا تراكوميتس، مع ان النساء قد لا يظهر عندهم اعراض في هذا المرض غير انه قد نلاحظ وجود افرازات مهبلية. في العدوى الفطرية او داء المبيضات او الكانديديازيس، وهو يحدث عند ازدياد نمو الفطريات في المهبل، وغالبا ما يحدث هذا بسبب اخذ مضادات حيوية، يعني بتتاخد مضادات حيوية لفترة طويلة كأثر جانبي لهذا الموضوع بتبتدي تنمو فطريات او عوامل اخرى تؤثر على التوازن الطبيعي للجراثيم في منطقة المهبل. المبيضات هو نوع الفطر الذي يتسبب غالبا بالحالة. بتعد داء المشاعرات وداء السيلان والمتدثرة على أنها أمراض منتقلة عن طريق الجنس، بينما التهاب المهبل الجرثومي والالتهاب الفطري ليس كذلك. النزيف المهبلي شكل آخر من الإفرازات المهبلية، بتتسبب حالات العدوى التي ذكرناها سابقا بإفرازات مهبلية شاذة دون وجود نزيف مهبلي ملحوظ. مع السلامة.